مساء الخير عليكم في حلقة جديدة برنامج جمالك مع رينا. حلقتنا المرة دي هي جديدة ومختلفة، والحقيقة أنا من وجهة نظري حتى الضيوف اللي معايا هم مختلفين تماما. دلوقتي بنسمع عن مهرجانات كتير جدا بتتعمل، مهرجان أو مسابقة ملكة جمال العالم، ملكة جمال مصر، مش عايزين نذكر أسامي كتير، بس دلوقتي بقى في حاجة اسمها ليدي فاشون. وحقيقي أنا فخورة أن أنا في برنامجي هطلع النهاردة أتكلم عن مسابقة زي دي. مسابقة ليدي فاشون كانت حاجة بسيطة جدا، وبعد نجاح وسرور واجتهاد أصبحت من مسابقة محلية أصبحت مسابقة دولية. أتشرف النهاردة بضيوفي اللي معايا في المسابقة. أتشرف معايا الدكتورة نرمين المصري، رئيسة مهرجان ليدي فاشون. اهلا بيكي دكتورة نرمين. اهلا يا رينا، مشرفاني في الاستوديو. انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده. حبيبتي منوراني. ومعانا كمان الدكتور محمود حلمي، المنسق العام للمهرجان وخبير كمان سياحي للايفنتات. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك الحمد لله. حضرتك منورني. ده بوجود حضرتك وكل فريق القصر اللي معاكي، وربنا يوفقك يا رب. اشكرك. مبدئيا كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا احنا في شهر الحب، ويا رب دايما في ايام حب. كل سنه وانتم طيبين. دايما يا رب. انتوا جايبين لنا بلالين اهو. مدلعيننا النهارده. مبدئيا كده عايزين نتكلم معاكي يا دكتور نرمين، ليه فكرتي في اسم ليدي فاشون؟ وعايزين نعرف فكره مسابقه ليدي فاشون. هي الفكره المسابقه كانت بصراحه انه انا عايزه ادمج ما بين ملكه الجمال والموضه. ما كنتش حابه انه يكون في بس ملكات جمال ملكات جمال، انه طبعا انت عارفه ان مصر هي كانت حقبه للموضه، والموضه كانت بتنزل عندنا قبل باريس. فقلت ان احنا ليه ان احنا ما ننشطش حاجه زي كده، وليه ما نقولش انه البنت المصريه ازاي نعلمها ترجع تاني ان هي تهتم باناقتها وتهتم بالموضه وتهتم بالحاجات دي كلها. فقلت اخلط ما بين ملكة الجمال والموضه. تمام. بما ان انا بحب الفاشون وبحب الموضه، ودايما متطلعه ان انا اشوف ايه الجديد في عالم الموضه، فقلت ادمج ما بين الاثنين. طبعا بمساعده الاستاذ محمود حلمي المنسق العام، فاحنا عملنا باتشنج للموضه والجمال مع بعض. حلو قوي. طيب دكتور محمود، حضرتك جايب مسابقه ليدي فاشون مختلفه عن المسابقات التانيه في ايه بالظبط؟ هي طبعا المسابقات الايام اللي فاتت دي كانت زادت بطريقه كبيره فعلا، وتسهيلات من الدوله، علشان دي بتبقى حاجه يعني بتبين ان البلد استيبل والكلام ده كله. احنا جينا انا ودكتور مين فكرنا طب ايه الاختلاف اللي نعمله، فابتدينا نعملها مسابقه عالميه. تمام. ان احنا دخلنا اربع دول معانا، يعني كنا واخدين من كل دوله واحده، فبناء على كده قلنا احنا نختلف شويه. تمام. وبعدين ابتدينا بقى نفكر ايه اللي ممكن نعمله علشان نبقى فيه اختلاف تام. بندخل حاجات جديده انا ودكتور نرمين، بحيث يبقى في جديد مش موجود. تمام. وهو ده اللي احنا فكرنا فيه الحقيقه. هو اهم حاجه في نجاح اللي احنا بنعمله ان يكون في اختلاف، حاجه تكون ديفرنس عن الباقي عشان فعلا تكون مميزه وواضحه. وده اللي احنا عملناه، ولسه في جديد كتير قوي ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور نرمين، ازاي بيتم اختيار المتسابقات على اساس مثلا الملكه وعلى اساس الوصفات؟ ازاي بيتم اختيارهم اصلا؟ لا طبعا احنا بنعمل كاستنج كذا مره، ما بيبقاش هو كاستنج واحد، وبيجوا طبعا بنات متسابقات وبنختار على حسب، مش كله اللي نقدر في كل المواصفات. يعني احنا برده ما ينفعش ان احنا نشت عن المقاييس العالميه. تمام. ما ينفعش ان احنا نحط حاجه كده من دماغنا، يعني لان كل حاجه وليها حاجه. يعني لو حد كيرفي فدي هتبقى ملكه جمال الكيرفي مثلا. تمام. فبرضه بنبقى ملتزمين بالمقاييس العالميه من الطول والوزن، واهم ما في الموضوع بالنسبه لي طبعا الثقافه. أكيد. ان تكون مثقفه. أكيد. ما تكونش مجرد ان هي تمثال شمع، ودايما بقولها مرارا وتكرارا، الثقافه ومش شرط تكون جامعيه عشان تكون مثقفه، لان الجمال لوحده لا يكفي. مزبوط. انا لو مش مثقفه مش هعرف ادي لاولادي معلومه. انا ام، المفروض ان انا هبقى ام، المفروض ان انا مش بس اكون جميله، لا لازم اكون جميله مثقفه، عندي ملمه بكل حاجه في المجتمع اللي بيحصل فينا دلوقتي عشان اقدر انقله لاولادي. تمام.
طيب خلينا نتكلم معاك يا دكتور. سمعنا ان في مبادره حضرتك عاملها، مبادره يعني ناس كتير جدا فعلا اتكلمت عنها، انت بتقدم حاجه للايتام وذوي الاحتياجات الخاصه. محتاجين نتكلم اكتر في حلقتنا عن المبادره حضرتك بتقدمها. هو ده اللي حضرتك سالتي عليه في الاول، ايه الاختلاف بقى؟ تمام. الاختلاف ان احنا عملنا مبادره، المبادره ديت طب كله ماشي على لاين واحد. مسابقه احنا زودنا في البدايه من الناس بتعمل يا ملكات بس يا فاشون بس، فالدكتوره كانت عايزه الاثنين. دي اول حاجه ديفرنت، اختلاف بيننا وبين الاخرين. تمام. جينا قلنا طب ايه الجديد اللي احنا ممكن نعمله تاني؟ الجديد اللي احنا نعمله ان احنا يبقى فيه حاجه اجتماعيه. كل الايفنتات بتبص على عين واحد، حاجات اللي احنا ندخل بقى حاجه اجتماعيه دي جديده، بنقول محليا ودوليا. بيبقى فيه لاين واحد بيمشي ليه؟ لا احنا قلنا ندخل نعمل ودي كانت فكره صديقه برضو كان بتتكلم معنا فيها، وابتدينا ان احنا ننفذ بقى. فقلنا ندخل 10 يتيمات، من ان هم بيبقوا محتاجين فعلا ان حد ياخد بايديهم ونرسم على وجوههم الفرحه والكلام ده كله. فقلنا ان نشوف يبقى في جواز ل10 يتيمات والكلام ده كله. وبعدين اقترحنا برضو ان احنا نزود ال10 يتيمات، يبقى فيه 10 بنات برضو من اللي هم دور الايتام المحتاجين، ان احنا برضو نعمل القصه. حد برضو امبارح كلمني بس مش قادر افتكر مين، قالوا طب وليه ما نحطش اعاقه خاصه؟ اعتقد حضرتك ان كنت بتكلميني امبارح تقريبا وقلتي لي احنا ممكن نحط كمان اعاقه خاصه، ذوي الاحتياجات الخاصه. ودي طبعا احنا ما بنقولش لا فيها، طبعا ده حاجه، يبقى احنا جمعنا حاجات اجتماعيه كتير. أضفنا عليها نقطة مهمة جدا، إن إحنا تكريم الأمهات، تكريم الأمهات اللي هم يعني واخدين، إحنا هنكرم أم من شهداء، أمهات شهداء الشرطة، واحدة. تمام. واحدة من الجيش، وبرضو من الأمهات اللي هم كان ليهم دور في يساعدوا الأسرة كاملة لغاية ما بتقف على رجليها، دي برضو من حقهم إن إحنا نكرمهم. فدي طبعا تعتبر إن إحنا دخلنا حاجات كتيرة، ذوي الاحتياجات الخاصة، دخلنا الأيتام، دخلنا الأمهات. تمام. كل الحاجات دي بتزيد، ومستعدين أي فكرة جديدة إن احنا نزودها في ليدي فاشون إن شاء الله، بتكون بتعمل حاجة كويسة، حاجة هادفة. فأنا والدكتورة قعدنا نتكلم. طيب مش هقطع كلام حضرتك، بس هنستكمل بعد الفاصل. هنرجع فاصل، اوعى تغير المحطة، اوعى تروح في أي حتة. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، نستكمل حديثنا مع الدكتور محمود حلمي والدكتورة نرمين المصري. اتفضل دكتور حلمي. محمود حلمي، كمل لنا المبادرة حضرتك بتقدمها. فطبعا المبادرة ديت احنا قلنا نعملها، ويبقى احنا اختلفنا تماما. اي فصيل اجتماعي هنقدر نشتغل فيه هنشتغل، اي حاجة اجتماعية تفيد البلد وتفيد اي فئة متواجدة عايزه تعمل لنفسها حاجه بس مش قادره، احنا طبعا بتعاون الدكتوره نرمين بان احنا نعمل الحدث الاجتماعي باي وضع واي وسيله. ويمكن لو في متسع ان احنا نعمل اكبر هنعمل. وبعدين الدكتوره نرمين حاسب لها كلام طبعا، لان هي اقترحت اقتراح ان احنا بدل ما نعمل حاجه واحده، هي بقى هتكمل الجزء في زياده العدد والاختلاف اللي بيتم ما بيننا وبين الاخرين في الايفنت. تمام. اتفضلي دكتور. هو احنا كنا بنعمل المفروض 2 سيزون في السنه، فقلنا بدل ما نعمل 2 سيزون في السنه والمتسابقات دول بيبقوا خلاص ان هم اتدربوا وتمرنوا وحلمهم بقى ان هم يدخلوا يمشوا على الكات ووك، ان انا اللي اتدربته ده المفروض ان انا ابقى يعني امارسه، فاهمه ازاي؟ فقالوا لي طبعا يا دكتور احنا عايزين يعني نمشي على الكات ووك والكلام ده. قلت لهم خلاص احنا ممكن نعمل ديفيلي، جزء يبقى ديفيلي وجزء يبقى للمسابقه، فبالتالي ان احنا نجمع. فقلنا جزء الديفيلي ده ندخل فيه حاجات زي ما قال الدكتور محمود حلمي، دخل فيه مثلا دعم البنات اللي غير قادرات على الزواج او ذوي الاعاقه او الاحتياجات الخاصه. انا ما بحبش اقول طبعا ذو الاعاقه، هي يعني ذو الهمم، متحدي الاعاقه ذو الهمم. كان نفسي اقعد معاكم اطول من كده، ان شاء الله نكون معاهم في المسابقه وندعمهم احنا كمان
في مسابقتهم اللي هتكون موجوده، وان شاء الله نصور ونوريكم الحاجات الجميله اللي بيقدموها في ليدي فاشون. الوقت الجميل بيعدي بسرعه. سعيده جدا انتوا كنتوا معايا النهارده في برنامج جمالك معرينا، وان شاء الله لينا حلقه تانية نتكلم فيها باستفاده اكتر. لا انت تجينا بقى المهرجان طبعا، احنا هنجي لكم نتكلم بقى على استفاده ان شاء الله. ان شاء الله. حابه قبل ما اختم كده ونخش على الفقره الجديده، حابه اقول لوالدي كل سنه وانت طيب يا اطيب واحن، اطيب احن واطيب اب في الكون. انت ظهر وسند لينا، انت فعلا عمود العيله، ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل فقراتنا. الحقيقه الفيديو الصغير اللي انا قدمته لك دوت قليل عليك، انا مهما اقول مش هقدر اتكلم عنك وعن اللي انت بتقدمه لنا. انت حقيقي اعظم واجمل اب في الدنيا كلها. خليني ابدا دلوقتي فقرتي مع ضيوفي اللي معايا في الاستوديو. معايا خبراء تجميل حقيقي انا فخوره ان هم معايا النهارده. معايا الميك اب ارتست امنيه مصطفى. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا رينا، منوروني. منور بيكي. ومعايا كمان رنا محمد. ازيك يا رنا؟ ازيك يا رينا، منوروني. كل سنه وانتم طيبين. طيبة. عايزين بقى النهارده نتكلم في الميك اب ونفيد البنات باكتر حاجه بيعانوا منها. رنا، الخطوط والتجاعيد، ازاي اقدر ان انا بشرتي ما اطلعش فيها الخطوط والتجاعيد دي؟ هو اول الخطوط والتجاعيد دي اصلا بتبقى حاجات داخليه وخارجيه. أوكي. لو هنتكلم عن اسبابها الخارجيه، تبقى بصي في الشتاء مثلا مش بنشرب ميه خالص، تعرفي ان كده برضو بيخلي فيه تجاعيد. في الصيف نظارة الشمس، في ناس بيفتكروا ان نظارة الشمس دي مجرد اكسسوار، لا. انت لو يا رينا ماشيه في الشمس بتبصي كده هتبقي عامله ازاي؟ على طول هنبدا عاملين كده عينينا، صح؟ ده بيعمل تجاعيد اللي حوالين العين. بالظبط. تمام؟ الحاجات دي مهمه جدا جدا، دي الحاجات الخارجيه. الحاجات بقى الداخليه زي مثلا الفيتامينات. تمام. لازم كل واحد، بس مش ان احنا مثلا نروح لصيدلي او لاي حد ونقول له عايزين فيتامينات، لا، لازم نروح لدكتور مثلا ونعرف لو كان عندنا نقص في فيتامين معين.
ده طبعا بيفيد جدا في عمليه ان التجاعيد ما تظهرش في وقت مقرر زياده. الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. تمام. طيب خلينا نتكلم معاكي يا امنيه على الروتين اليومي للبشره والروتين كمان الشهري. كل بشره يا لينا ليها روتين، بشره عاديه ليها روتين، البشره الدهنيه ليها روتين، البشره المختلطه ليها روتين. الروتين اليومي بتاعنا نصحى لازم نغسل بغسول مناسب للجميع طبعا، ايه كل بشره ليها البشره بتاعتنا غسول نمشي. لازم طبعا نرطب البشره كويس جدا، لازم نقفل البشره بتونر، ده كل حسب نوع البشره، اذا كانت دهنيه اذا كانت جافه اذا كانت مختلطه. تعالي بقى نعمل سكراب كل مثلا مرتين في الاسبوع، ده روتين بيبقى اسبوعي مش روتين يومي، ما ينفعش كل يوم نعمل سكراب. بالنسبه بقى اللي احنا كل يوم بنتعب غسول طبعا، التونر، اللوشن حسب نوع البشره. تمام. طيب امنيه عايزه اتكلم معاكي عن الاخطاء اللي بتبوظ اصلا البشره. الاخطاء مثلا الميك اب، ان احنا نحط ميك اب وننام بيه، لازم ازاله الميك اب قبل النوم، ده بيعمل برضو من الحاجات اللي بتعمل تجاعيد وبتطلع حبوب بطريقه فظيعه. تمام. لازم غسول. ان احنا برضو ما نشربش ميه، ده برضو بتبوظ البشره جدا. بس تمام. امنيه لو واحده معاها فاونديشن وهي واقفه قدام العروسه واتفاجئت ان هو مش لون البشره بتاعتها، تعمل ايه؟ بسيطه جدا، احنا بنجيب لون الفاونديشن اذا كان فاتح او غامق. احنا مثلا معانا دلوقتي فاونديشن غامق وعايزين نمكسه بلون العروسه اللي معانا، هنجيب كونتور لونه فاتح وهنمكسه بالفاونديشن زي ما يكون الدرجه على البريند اللي معانا، ونشوف هنحط هنا كده نشوف ده كويس مناسب فاتح نغمق. تمام. يعني اذا كان بيكون هنا على عظمه الخد. تمام. اذا كان احنا عايزين بقى فاونديشن غامق نفتحه معانا، نخلطه ميكس بهايلايتر فاتح كونتور فاتح برضو هنا، ونشوف على حسب عظمه اللون. تمام. البشره يعني لو الفاونديشن غامق بفتحه بالكونتور الفاتح، ولو فاتح بغمقه بالكونتور الغامق حسب بشره العروسه اللي معانا. تمام. طيب رنا عايزاكي تكلميني شويه على ماسك البشره يكون كويس نديه لاي بنوته او اي عروسه بتتفرج علينا. احنا ممكن انت كنت محضره لنا اوريدي ماسكات وكنت عايزه تعملي، بس الوقت ما ساعش معانا، فعايزه منك ماسك حلو كده نعمله في بيتنا. ممكن معلقه شوفان ومعلقه زبادي ومعلقه عسل نحل، من ده كله بنخلطه وبنحطه على الوش لمده ربع ساعه. تمام. وبنعمل حركات دائريه لما بنيجي نشطفه علشان ننشط الخلايا بتاعه الوش، ولو في خلايا ميته تطلع وكده. تمام. طيب يا امنيه عايزين نعرف ازاي بنقسم الوش دلوقتي، ما بقاش ميك اب على الوش كده على طول. لا أكيد. بقى في تقسيمه للوش طبعا. ايه هي بقى التقسيمه؟ بنحط كونتور حسب طبعا وضع الوش اللي معانا، نرفع الخد نطول الخد حسب رسمه الوش العميله اللي معانا، بنحط الكونتور، اضاءه، هايلايتر، بنقسم الوش على هذا الشغل اللي احنا بنشتغل فيه حسب العميله اللي قاعده قدامنا. تمام. اول حاجه الكونتور على الواجهه، وبنقفل طبعا بيه الجبهه، والمراخير حسب الكونتور بتاع المراخير، حسب نضم الشفايف، ده الكونتور الغامق. تمام. نعمل بقى هايلايتر لاضاءه الوش فاتح الاماكن احنا عايزين ننورها. تمام. الهايلايتر على عظم الخد، حواجب، حسب بقى العميله احنا بنشتغل على حسب الوش بتاعها. تمام. نورتوني وشرفتوني ببرنامج جمالك مع رينا. ميرسي يا رينا. شكرا للساده المشاهدين اللي كانوا متابعينا، واستنونا لسه في فقرات جديده ببرنامج جمالك مع رينا. معايا مفاجاه قويه جدا الحلقه اللي جايه، انتظرونا الحلقه اللي جايه ببرنامج جمالك مع رينا.